اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. حساسية الربيع وعلاجها. مع الأيام الأولى لحلول فصل الربيع الجميل وبدء تلون الأرض بمختلف الزهور وتعطرها بالعطور، تبدأ عند البعض منا ما يقارب 35% من سكان الأرض رحلة المعاناة من العطاس والسيلانات العينية والأنفية والحكة المرافقة لها، حتى يتعكر صفو ما يفترض به أن يكون أجمل أوقات السنة. وتستمر الأعراض هذه إلى نهاية الصيف تقريبا، لتحول نصف السنة بأكمله إلى كابوس مزعج. فما هي العوامل المسببة لحصول هذا الأمر؟ غبار الطلع المنطلق من مختلف الورود والأزهار المغطية لكل ما يحيط بنا والتي تملأ الهواء الذي نستنشقه هو المسبب الرئيسي لما ندعوه حساسية الربيع، مع ملاحظة الاختلاف بين شخص وآخر لنوع الطلع الذي يتحسس جسمه له، فيمتفض جهازه المناعي للدفاع عن الجسد تجاه هذا العامل. وهنالك عوامل أخرى تسبب ردة الفعل هذه، وهي الدخان والعفن والحشرات وحتى الكلور المستخدم في تنظيف المنازل أو مختلف الحلويات التي نتناولها. لذا يجب عليك معرفة ما هو السبب الرئيسي لظهور الحساسية لديك، وبعدها تبدأ بالعلاجات والوقائيات التالية. أولاً، أبقي على النوافذ والأبواب مغلقة في المنزل والسيارة. ثانياً، ابتعد وتجنب الاقتراب من المسبب الرئيسي الذي تتحسس تجاهه. ثالثاً، حاول ارتداء الكمامات بشكل دائم حين تخرج من المنزل. رابعاً، استحم واغسل شعرك وبدل ثيابك بعد العودة إلى المنزل. خامساً، اتخذ الاحتياطات اللازمة قبل أسبوعين من الموعد الرسمي لبدء الحساسية لديك. سادساً، خفف من التعرض الدائم للإجهاد والتوتر والانفعالات العصبية الأخرى، واحصل على القسط الكافي من النوم. سابعاً، اتبع نظاماً غذائياً صحياً ومتنوعاً، ومارس التمارين الرياضية بانتظام، فبقدر ما يكون جسمك معافاً وصحياً بقدر ما يكون جهازك المناعي مرتاحاً وقادراً على التعامل مع الأجسام الغريبة والتمييز بينها بفاعلية عالية. ثامناً، تناول الأطعمة الساخنة والحارة المضاف لها الفلفل والبصل والثوم أو الزنجبيل، فهذه سوف تساعدك في التخلص من المخاط في المجاري التنفسية. تاسعاً، لا تكثر من استخدام مضادات الحساسية، وإن استطعت الاستغناء عنها فهذا أفضل، لأنها ستؤدي بعد حين إلى تفاقم أعراض الحساسية. حاول التأقلم والعلاج طبيعياً دون تدخل دوائي لتخفيف الأعراض لديك. وإليك فيما يلي بعض هذه العلاجات الطبيعية التي تخفف من حساسية الربيع لديك. العلاج الأول، تناول أو استنشاق الأبخرة المنطلقة من مغلي أوراق نبات القريص، حيث تعمل كمضاد طبيعي للحساسية. العلاج الثاني، في كأس من الماء أو عصير الليمون ضع ملعقة صغيرة من خل التفاح واشرب الخليط، سوف يعمل الخل على وقف سيلانات الأنف ويفتح المجاري التنفسية. العلاج الثالث، تناول الخمائر الطبيعية الموجودة في اللبن أو خميرة الخبز، يساهم في تخفيف التهاب الأنف التحسسي. العلاج الرابع، عمل غسيل داخلي لتجويف الأنف باستخدام محلول ملحي من الماء الدافئ وحقنه في أحد الفتحتين وجعل الغسول يخرج من الفتحة الأخرى. هذه العملية مفيدة جداً
إذا ما كنت قادراً على تنفيذها. العلاج الخامس: استنشاق القليل من زيت نبات الكافور أو استخدامه في البخاخات الأنفية أو التعرض لأبخرة غليان أوراق الكافور. سيعمل هذا العلاج على الحد من الالتهابات التنفسية. العلاج الأخير: تناول الحمضيات والأطعمة الأخرى المحتوية على الكيرساتين أو فيتامين سي مثل التوت والتفاح والعنب والبصل والبندورة الطماطم، كلها سوف تساعدك في تخفيف الحساسية. كانت هذه جولتنا الصحية مع حساسية الربيع، طرق الوقاية منها وطرق العلاج، قدمناها لكم من قناة الساحر. اكتبوا لنا في التعليقات هل تعانون من حساسية الربيع وما هي العلاجات التي تلجأون إليها. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تسجيل الإعجاب ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. إذا أردتم مشاهدة المزيد اختاروا واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.